لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. الدرك المتهم بالاعتداء على والدته بكرسي يوم زفافه يخرج عن صمته. بابلو كاسادو زعيم المعارضة الإسبانية لبيدرو، استقبال غالي خطأ دبلوماسي وبايدن لا يرد على مكالماتك. الاتحاد الأوروبي يهاجم المغرب بشكل غير مسبوق. الأمريكيون يهاجمون بايدن بقوة بسبب قضية فلسطينية، شاهد التفاصيل. الدرك المتهم بالاعتداء على والدته بكرسي يوم زفافه يخرج عن صمته. بعد الفضيحة التي فجرتها أخت الدركية والتي خرجت عبر شريط مصور تتهم من خلاله بتعنيف والدتهما وضربها بكرسي يوم حفل زفافها، حيث قامت مصالح الدرك الملكي بالصويرة بالتفاعل بشكل سريع مع هذا الاتهام واستدعت الدرك المتهمة للتحقيق. وأوردت مصادر محلية أن الدرك المتهم نفى بشكل قاطع ما تم تداوله على لسان أخته في الشريط المتداولة، مستغربا في الوقت نفسه الاتهامات الموكلة إليه من طرف شقيقته. كما أكد أن علاقته بوالدته عادية، موضحا أن الخلاف الحاصل مع شقيقته يتعلق بشقة في ملكيتها كانت تستغلها شقيقته قبل زواجه. وبعد مطالبة إياه بإفراغ الشقة قامت بتحريض والدته لغاية في نفسها. كما نفت نفس المصادر خبر اعتقال الدرك المذكور من طرف عناصر المركز القضائي بالصويرة، موضحا أنه تم استدعاء الدرك من طرف المصالح الاجتماعية كإجراء عادي في هذه الحالات. بابلو كاسادو زعيم المعارضة الإسبانية لبيدرو، استقبال غالي خطأ دبلوماسي وبايدن لا يرد على مكالماتك. فجرت أزمة الهجرة في مدينة تبتة المحتلة جلسة برلمانية بمجلس النواب الإسباني، واشتعلت مواجهة نارية بين رئيس الحكومة الإسباني بيدرو وزعيم المعارضة بابلو كاسادو. رئيس حكومة الإسبانية بيدرو اتهم بابلو كاسادو زعيم حزب الشعب وهو زعيم المعارضة في البرلمان بمحاولة إسقاط الحكومة وعدم الولاء بسبب أزمة الهجرة في سبتة. من جهته قال بابلو كاسادو في بداية جلسة المراقبة أن ما تعيشه سبتة يعتبر أسوأ أزمة دبلوماسية مع المغرب في تاريخ إسبانيا الديمقراطي. كاسادو انتقد ما وصفه بالأخطاء الدبلوماسية لحكومة بيدرو فيما يتعلق المغرب، مثل كسر تقليد الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية المعينة إلى المغرب والصمت الإسباني تجاه المياه الإقليمية لجزر الكناري واعتراف الولايات المتحدة بالصحراء المغربية. الموضوع الرئيسي لهذه الأزمة على حد قوله وكد استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بوثائق مزورة. وعلق كاسادو على ذلك بقوله إن فقدان الوزن الدولي بات أمرا واضحا، ولهذا السبب لا يرد بيض رئيس الولايات المتحدة على مكالماتك. رئيسة المفوضية الأوروبية تخرج عن صمتها بسبب ما وقع في سبتة المحتلة. أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية شيناسا في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية يوم الأربعاء أن أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها في تعليق على تدفق الأخير للمهاجرين إلى سبتة. واعتبر شيناسا أن أوروبا لن تقع ضحية هذه التكتيكات في إشارة إلى المغرب الذي يدخل منه آلاف المهاجرين منذ الاثنين إلى سبتة. وقال شيناسا الذي كان يتحدث باللغة الإسبانية إن سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد إنما مشكلتنا جميعا كأوروبيين. وسبق أن أعربت بروكسل يوم الثلاثاء عن تضامنها مع إسبانيا، ودعت المغرب بلسان المفوضية الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جونسون إلى منع العبور غير القانوني للمهاجرين من أراضيها. وأكد شيناس أن لا أحد يمكنه أن يرهب أو يبتز الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأنه في الأشهر الـ15 الأخيرة حصلت محاولة من جانب دول أخرى لاستغلال مسألة الهجرة، وقال لا يمكن أن نسمح بذلك مسميا تركيا في تصريحه. وبحسب الأعداد الأخيرة التي نشرتها الحكومة الإسبانية وصل قرابة 8000 مهاجر بشكل غير قانوني إلى سبتة منذ صباح يوم الاثنين، وتم ترحيل حوالي 4000 منهم إلى المغرب بحسب الحكومة. وعلى خلفية دبلوماسية كبيرة مع المغرب مرتبطة باستضافة إسبانيا رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من كوفيدا، ردت الحكومة الإسبانية الثلاثاء عبر استدعاء السفيرة المغربية للتعبير عن الاستياء من وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة. واستدعى المغرب فورا سفيرته إلى الرباط لإجراء مشاورات.
بايدن يستقبل بالاحتجاجات داخل امريكا بسبب سياساته تجاه غزة. عندما عاد الرئيس الامريكي جو بايدن امس الثلاثاء 18 مايو 2021 واحدة من الولايات التي اسهمت اصواتها في وصوله الى الرئاسة، استقبل بغضب بسبب اسلوب ادارته في التعامل مع التصعيد المفاجئ للعنف في الشرق الاوسط. وواجه بايدن الذي زار منشأة لشركة فورد موتور في ديربورن بولاية ميشيغان للترويج للسيارات الكهربائية، احتجاجا على اسلوب التعامل ادارتي مع اسرائيل التي تجن هجمات على غزة ردا على اطلاق مسلحين فلسطينيين الصواريخ عليها قبل 8 ايام. وفي تجمع في ديربورن التي تمثل معقل العرب الامريكيين في ميشيغان، تجمع اكثر من 1000 شخص على بضعة اميال من مكان تواجد بايدن، واطلقوا صيحة الاستهجان لدى ذكر اسم الرئيس الامريكي. ويتواصل القصف الاسرائيلي على قطاع غزة كتيف السكان ليل نهار منذ تأجج الصراع يوم 10 من مايو، في حين يهرعوا سكان المدن الاسرائيلية للمخابئ او للغرف الامنة بكل بضع ساعات او دقائق هربا من الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون. وضغط بايدن في احاديث خاصة من اجل وقف القتال في الصراع المستمر منذ اكثر من اسبوع بين اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية حماسة التي تسيطر على غزة. وقال مساعده انهم يواصلون خلف الكواليس جهود دبلوماسية مكثفة لوضع نهاية للصراع، لكن ذلك ليس كافيا بالنسبة لبعض الديمقراطيين الذين يريدون من بايدن ان يشجوا بعدم تناسب اعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاراضي الفلسطينية اثناء الصراع واعادة النظر في امداد اسرائيل بالاسلحة ومساعدات اخرى. وقال داود علي 21 عاما وهو احد المتظاهرين يجب ان لا يدعمهم، واضاف ان كل من اعطى صوته لبايدن في الانتخابات عليه ان يشعر بالندم على ذلك. واظهر المتحدثون على المنصة مشاعر مماثلة قائلين انهم شعروا بان بايدن خطب ودهم ثم تخلى عنهما. نشكركم على حسن المتابعة.